السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معايا في قناة هيبو بلانيت. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، غادي نحضروا كيك اللي كتجي سهلة واقتصادية، كتجي رائعة، ما تجيش تبقاو تستغناو عليها. قبل ما نبداو، الا كنتو اول مرة كتشوفوا القناة، ما تنساوش ابوناو في لاشين بالضغط على الاشتراك سبسكرايب او سابوني، تفعلوا الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بالجديد، وتلايكيو الفيديو الى عجبكم. بالنسبه للمقادير اللي عندنا، غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، واحد ياغورت بنكهه الفاني او باي نكهه كتبغيو، بنفس الكاس عبرت الزيت والسنيده، يعني كاس ديال الزيت كاس ديال السنيده. عندنا جوج معالق تاع الكوك، انا طحنتو من قبل غير باش يعطيني غير ديك النسمه ديالو ما يجيش باين في الكيك. جوج ديال لي ساشه ديال الخميره، عندنا القشره ديال الحامض محكوكه وشويه الملح. وبالنسبه للفرص احتاجيت واحد جوج كيسان تقريبا، حتى جوج كيسان ونص ديال الدقيق، المهم كيبقى على حسب الدقيق. انا البيض لقيت فيه جوج محوحه، انا كندير ديما غير البيضات، هذه المره لقيت فيه جوج المحوح. غادي ندير جميع العناصر، غنديروا كل شيء، غادي نخلي غير الخميره والدقيق وحتى الاخير. غادي نطرب العناصر مزيان حتى يتخلطوا ليا ويصبح واحد الخليط اللي هو متجانس. دابا غادي نبداو نضيفو الدقيق ديالنا بشويه بشويه، انا في كل مره كنعاود نغربلو باش الكيك تجي مهويه وتجي رطبه. كنضيف شويه بشويه وكنخلط حتى نحصل على واحد العجين اللي هو شويه خفيف، يعني ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل، يعني العجينه غادي تكون شويه متوسط. هادوك جوج خمارات اللي قلت لكم من قبل نضربهم مزيان، صافي غادي نديرهم في المول اللي ديجا دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق، صافي غادي ندخلهم يطيبو. المهم راكم عارفين اللي متبعيني، راه الكيك ما كنسخنش عليه الفران، كندخل الفران بارد، العافيه كتكون من التحت، وكنخليه تقريبا 41 حتى 45 دقيقه، المهم على حسب النوعيه ديال الفران. صافي وعاد كنخرجو كنخليه حتى يتحمر. بالنسبه للتزيين، انا درتو في لاطا وزينتو برقائق اللوز، تقدروا تزينو نتوما باي حاجه متوفره عندكم، رقائق ديال الكاوكاو، اي حاجه، لي بيبي ديال الشوكولاط، اي حاجه متوفره عندكم. ما كانش راه تقدروا حتى تخرج ودهنوها بشويه ديال الكونفيتور اولا العسل، وترشوها بالكوك اولا فيرميسيل ديال الشوكولاط على حساب داكشي اللي متوفر عندكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، كيف ما كتشوفوا كتجي محمره، وحتى دوك الرقائق ديال اللوز اللي دخلنا من الفران تما راه تحمروا. صافي غادي نقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي، كتجي رائعه وكتجي رطبه بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتبارطاجيو معايا التجارب ديالكم والتطبيقات ديالكم، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم للقناه وعلى الدعم ديالكم للقناه. وعلى كيف ما قلت لكم راه الكيكه راني ما سقيتهاش، وكتجي رطبه وكتجي هشيشه، كتجي بحال الشكل ديال الاسفنجه. صراحه جربوها كتستحق التجربه. مهم كنشكركم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد في وصفه جديده ان شاء الله. دمتم بألف خير.